لك بس فهمني كمان، انا اقول لك يا جحش سكر بيضتك حاج تاكل بيض، حاج تاكل بيض، لك فضحتنا فضح قدام البشر قدام الخصم، بهدلوك بهدلي، لك بهدلوك بهدلي، حاج تاكل بيض، حاج تاكل بيض، لك قال عامل حلو عادي عامل لايك، يخرب بيتك ما اكذبك يا جماعة. في عنا واحد بالفريق يا جماعة ولا بيتحرك، بيضل واقف بأرضه بيعمل حاله عم يقرأ الملعب، ميسي بده يقعد له 5 دقائق ليقرأ الملعب. يا زلمة انت كل المباراة 90 دقيقة عم تقرأ الملعب، ايش عم تعمل؟ لك فضحونا فضيحة وانت واقف عم تتفرج، لك العاب، لك ركود، لك كلياتنا عم نقاتل عند ما تصير، طيب ما انا بصير بيطلبها، وايش عند ما بيطلبها بمضيها انانية بياخذوها منه وبدي يعمل حركات، لك روح الله يكسر رجليك ما اجحشك، طالعت ضغط الفريق كله. لك خيوب تقعد لك ساعة ساعتين ثلاثة على الدكي وعين الله عليك، والعالم الخصم خيو الخصم خايف منك، والله هذا على الدكي وعم يحمي نار، هذا نار يا اخي يا اخي، ان شاء الله ما ينزل، ان شاء الله ما ينزل، كل خوفنا منه، والخصم عم يطلع عليك ومرعوب منك انه يا جحش يا جحش ايش منزلك، لك ليش تفضح حالك؟ يعني باص ما بتعرف تستلم، تسديدي ما بتعرف تسديد، يعني الفريق شلفك برا، يعني مو لونك لعيب ما بيشلفك برا انه والله حقد عليك، وانا افضل واحد فيهم بتروح تسلم بتسولف انا افضل واحد بس ما نزلوني خزلوني، لا ما خزلوك، انت جربان، لازم تقتنع انك ما بتعرف تلعب، انت جربان، يخرب بيت سنتك، ابعث لي اياها، ابعث لي اياها بسرعه بسرعه، هذا اللي بيشلفوه على الدكي كل عمره تم اللي بينزلوه. خيو الدنيا ليل وما بدي اغلط، انت يا بدك تربيني يا بدنا نربيك، انه بتقعد بتضل تطلب الطابة ساعة نعطيك اياها وما بتقرب عليها وبيقطعوها منك، ليش هيك بتعمل فينا؟ لك قرب عطابتك يا زلمة، وقت من زدت تطلع حواليك شوف اللعيب يقرب عليها، خدها امشي فيها عطيه سجل، لا تضل مثل الجحش متنح هيك عم تلعب يا زلمة. يا شباب ما شاء الله على الحارس اللي عندنا يا جماعه، بالتدريبات يا زلمه بيقلب ياسين بونو، لك مستحيل تسجل فيه هدف، لك كيف بيشيل هيك شوطات نار ما بتعرف، لك بيقلب وحش اسد بيستأسد بالتدريبات يا جماعه، بتجي المباراه لك جيب ولد صغير يسدد عليه، لك يا جماعه كيف هيك بيدخلني ما بتعرف، بتصفن يا اخي كيف هيك دخلني فيك، لك والله من شوي كنت وحش، لك كنت اسد، لك كيف هيك، لك يا زلمه ايش حط لايك ومتابعة بسرعة. يا جماعة في عنا واحد بالفريق بيراوغ 10 بس وين على الخط يا جماعة، مثل التور الهايج بيركض بيركض بيضل بيركض يا جماعة، لحتى يزت الطابة برا، لك ما بنستفيد منه شيء بس بيركض، ايه اطلع من حيط اطلع هيك مثل التور الهايج قسم بالله. يا حبيبي الله يكسر رجليك، انا عم برفع لك كل رفعه حقها $1000 $1000 يا عرصه، وبتروح بتضيعها بكل بروده اعصاب، طلعوا هذا الجحش، يعني اقسم بالله العظيم، يعني تفضل استاذ علاوي دي، لك انا تعبي وين راح، انا ما وصلت لك اياها الا ما حد يعرف حدا بيكونك خايف منها بتطيح، لك ليش هيك عم تعمل فيي ليش؟ يا جماعه عندنا واحد بالفريق ما شاء الله على مراوغاته، اقسم بالله اللهم لا حسد، يعني ميسي اغيانه، رونالدو اغيانه، بيراوغ 1 2 3 10 هو مرتاح، بس بيوصل للجول يا جماعه اشو بيصيبه، لك اقسم بالله حير العلماء، لك جحش جحش، لك انت بتحكي بينك وبين حالك، معقول هذا اللي يعمل هاي المراوغه، لك كيف هيك بيضيع شخص بهاي الحجم من المراوغه الاسطوريه، لك شيء بيهبل. يا جماعة بالله شوفوا لي هذا، بكل فريق في واحد مكلوب مثل هذا اللاعب اللي عنا، بتيجي ضربة حرة وواحد متسبب فيها من الفريق إلا هو بدي يشوطه، لك المشكلة إنه ما بيجيب هدف، يا جماعة شيلكم من الحرة، لك بتيجي لك ركنية هاي ركنية، أنت مهاجم طيب عم تشوط حرة، لك روح انطاح بدي يرفع هو الركنية، أقسم بالله جالطنا جلط، لك تماس يا جماعة تماس، هو كمان بده يلعب التماس يا جماعة، مثل المكلوب بيركض وحدي اقسم بالله بيجلط 7 فرق، الله يعينكم على هذا اللاعب، لك ضرب الجزاء خيو ضرب الجزاء واللاعب تبهدل حتى اجته، انت جاي تشوطه وتضيعها ليش؟ لا والله يمكن يسجلها، شوف الجحش هذا، لك كيف عمل؟ الله يخرب بيت سنتك ما اجحشك، اعتذر الله لا يسر.